تشهد مصر اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. جاء الإعلان عن ذلك غداة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع السابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27. وفي هذا الإطار وجه مدبولي بسرعة تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة 27 للمؤتمر، كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة خطة التحرك المستقبلية مع مؤسسات وجهات التمويل الدولية في إطار جهود جذب التمويل المطلوب للمشروعات المصرية صديقة البيئة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.